La nationalité de Sarah, française. Et toi? Quelle est ta nationalité, Boran? Quelle est ta nationalité? Française? Algérie. Répète, Mkhdouf. Algérienne. Oui, alors, algérienne. Ta nationalité, Sarah? Algérienne. Ah non? Bilal. I-E-N. I-E-N. Ahmed, les noms qui se terminent par IA au féminin, qu'est-ce que j'ajoute? S. Algérien, algérienne. Pharmacia? Pharmacienne. Italia? Italienne. Allez-y, N-E. Très bien. Profession de la mère. Ta mère, qu'est-ce qu'elle travaille, ta mère? Hein? Femme? O? Non, ce n'est pas attaché. Très bien.
Sarah, maintenant, préférence. Tarek, Tarek, regarde au tableau. L'Akhdar aussi. Le vendredi, qu'est-ce que tu fais le vendredi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes être une pharmacienne? Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? L'Akhdar, regarde au tableau. Sarah aime jouer à la musique. Et toi? Hein? Akhdar, quelles sont tes préférences? Lève-toi. J'aime au ballon. Répète. J'aime au ballon. Alors maintenant, chacun de vous, Faisal, chacun de vous va réaliser sa fiche personnelle. Chacun de vous. شوف عندي شوف هنا عندي علاش ضربت ما ضربتوش كيف ما ضربتوش هذه انا اللي ضربت شكون الجبيل اللي دروك خلاص كيف يزوج شفتوا كيفاش يهرب عليك مضرب ها ما قلتش هرب لنا فين بصح راكم تضربوه وبغى يهرب عليكم ما ضربتوش ها دروك قول له شوف اخي قلت لكم هنا في القسم كل راكم خاوه راكم كي الخاوه واحد ما يضرب واحد فرات مليح شكون اللي عنده جدو استشهد فهو شهيد ولا تفضل استشهد عندك جدك شهيد شهيد احكي لي شويه تفضل احكي لي شويه لي. احكي برك احكي 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 انا صح لك قول في سيدي مع لا باريش سيدي ما هوقفي هوقفي و نعم ارفعي صوتك سيدي ما باريش بيه ها سيدي من بعد سيدي يحكى لي بابا شوية سيدي نسيت واش حكى لك سيدي قال لي جدك راح البلاصة هكا لقاو واحد حفر واحد الغار خباو هو وواحد الراجل بقاو 21 شهر ولا سيدي ما على باليش ومن بعد كي خرجوا حكم هما عساكر تاع الفرنسيه وقتلوا جدي وزاد الراجل اه سيدي من بعد كي سيدي من بعد حبسوا ما لقاوش خلاص روحوا لحد الان ماهوش معروف القبر تاعو
69. زيد شكون اللي في اي سنه استشهد؟ في سنه 1956. استشهد في سنه 1956. نعم. في واش من المنطقه؟ في اي منطقه استشهد؟ في الجبل الازرق. استشهد في الجبل الازرق. الازرق، لان الدرس تاعنا اليوم اللي راح نقراوه عنده علاقه بالاحداث هذه، بالحادث هذا. وقف الخضر جدك. لا. يعني الاب تاع باباك وذهبوا الى ان يحاربوا فخانوه وهربوا وقعوا وبقي وحده واخذوه الى المسجد. المسجد سجن. وحكم في سجن عامين وهرب. زيد شكون مخلوف؟ ها؟ تفضل أحمد، تفضل. عندك جدك؟ ها؟ عمك؟ ها؟ ها؟ ما كانش. زيد شكون مني؟ مليح؟ ماذا تعرف عن أول نوفمبر، عن هذه المناسبة؟ أحمد تفضل. تفضل. أنا ثورة. ها؟ أنا ثورة. ماذا وقع فيه؟ لماذا نحتفل بهذا التاريخ؟ لماذا تحتفل الجزائر بهذا التاريخ؟ المشاهدون. تفضل. تفضل. لماذا؟ موت المجاهدين. أكمل. واستقلال. وين؟ متى اندلعت الثورة التحريرية الكبرى؟ في أي سنة؟ 1954. مليح. لم يستخرج لنا من هذه الفقرة ما يدل على سرية العمل الثوري. هيا هيا بنا يا أولاد. مالو؟ هاي تفضلوا. المسلحة سنة 1954 شارك الشعب الجزائري تحت قيادة التحرير الوطني. Thank you.
خذلي هذي خذلي عط عج عط وتصل بالعقلة عش كش تكون في فسر ها صايف طلعت ايه صايف ها أخش أبغى صابا ما صابا ما صابا كم العوام سيريس كثير قرايب ها كم العوام سيريس خمسة العوام خمسة العوام ستة العوام ستة 14 ستة كيلو قرص شد خدمة ستة العوام سيريدة ستة العوام بروح لها أوه تعدم أوه قرايب زريدة يودا نقرال باش هاد السنة من ولد السنة ديش والو ودا الصندري السيناري عاود الصندري أخسر ست قشر لندي الباب أخسر السعرات أيوا أو تشكي لكم روح يشا روح شا يلا شاقيش القهوة أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران ستقف في وجه من وصفهم بالأعداء الذين يسعون إلى حرمان بلاده من حقها النووي. وأشاد نجاد على أن الشعب الإيراني مولع المظهر روح يا لبسي هروح وستتحول إيران كما قالت إلى دولة نووية ولم كما عهدناه. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خاطب الغرب بلهجة حادة مؤكدا أن بلاده أخضر شهد اسمك تصوير أروح أروح تصوير أخضر أروح أروح أستنى أخضر لي هذا سيني أخضر 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 ويسد حلا أستنى أخضر ما أصفى Ah, la Chine, multimillénaire, mystérieuse et inexplorée. Mais il ne faut jamais oublier qu'en Chine, il y a avant tout les Chinois. Les chiffres donnent le vertige. L'an dernier, les autorités ont enregistré 1,3 milliard de séjours touristiques. La classe moyenne chinoise découvre son propre pays en faisant d'ores et déjà le plus grand marché touristique. سالي ماشي 51 اللي 50 عبنا فاجيت هو هو يا اللي غاش تما الا وخوفي اما هلا يا نعمي اللي شو قوري هو وفي انا عمي لا بنا وفي لا قوري لا شم قرانا ندجش
هذا دام لي 50 ابن غير 51 يا وريه لا لا الكوار العميد تاع الهكام هذا نقول اخي المعلم نسين غير تقمي تخنق المعلم غير تقمي تخنق داك يا وريه ماشي الحال يا وريه شرحن يموت يا وريه يا وريه يا وريه انت حي انك موت الطيب دينا ودينا فرنسا تبنى فرنسا قاوريا ودينا وين موسى ديها يخنق يستخرى إذا جي ما زيت تخنق قمي تخنق قمي تخنق خين عادة نسخرى أخي موسى القايد موسى شاحنة تاع الفرنسيين نعم هه الجزائريه هه فرنسي الجزائري بسيف هذا فرنسي فرنسي ضرب جزائري بسيف والفرنسي عنده السيف وما استعد وعلاش ما درتش يضربوا بالسلاح درت السيف وعلاه يعني درت السيف علاش ما درتش السلاح ولا ربما الموس جبد الموس نعم ربما الموس ربما السيف وراهم المجاهدين تاعنا ها ما رسمتيش الجنود ها ما عرفتش الجنود ها الجنود تاعنا اللي يكافحوا المجاهدين ها ماشي هو هذه احمر هذا الله ديال النار نشوف واحد تحرك في النار ها وشي هذه طائرة طبس القنابل هذه شي هي المنزل هذا المنزل تاع من تبع من تاع من تاع المجاهدين الجزائريين ولا تاع الفرنسيين تاع الجزائريين لان راك واش درتي هنا راكي رسمتي العلم انت واش يديروا في المنزل هذا يدخلوا عندهم العساكر تاع الفرنسيين ها ها هم بعد قتلوا ومن بعد قتلوا يوقع حمسنا انا غنتفوق دخل لاشيت ما فنقي مضي ياش نروح نزال صلاة الجمعة صلاة الجمعة عشك هيدي فالتش نروح Thank you.
مال المكان هذا خرجنا منه احنا اول نوفمبر. الى حد الان سامحني سامحني بلا جيب لي النص نعمل لك النص. واش من النص هذا تجيب لي كان يا له والنص نص لك باش تكونها. ها هو قايمه احنا نعطيكم السماح. اسمح لي اسمح لي خرجوا انا اعطيت له النص اخي اعطيت له عندنا القايمه رجعت له شاب قلت ما انا ما نديرش لا ما قلتش ما نديرش قلت لك صلحوا. واش نصلحوا في غلطه؟ ما عطيتش غلطه بالغلطه. اي غلطه. واش هي في غلطه؟ كاين ناس اخرين معاكم ما درتوهمش. المهم كاين ناس اخرين معاكم ما درتوهمش. هذو هما اللي قال لك كاين يكذب. انا اسمع اسمح لي مليح سيدي عمار اكتب النص واكتب عليا اسمك. لا اسمح لي ولا خلاص اسمح لي اسمح لي. ها احنا باش هيدا تيشد ها القضاء من وين اسمح لي اسمح لي. وكان معنا ولدك معارفي سمعت ولا لا؟ معارف يا حوشيد والمتحدث وزاد معنا بلي البلقاشم ومحمد بن بولعيد. هذو سبعة اللي قال لك كان جاي يكذب. كيش بدي ريفرفير الباب تاع الكار محلول شافوا مجاهد من هون بسنا جوست كيما لافواتير هذيك ما شاف ريفرفير يتك عليها دو بال. لما طاح القايد كان لانستيتيتور منير ومرته ورايا في الكار هزوا وقفوا هما وراحوا لدرير لوكار وتدربوا باقي يهدر معاهم شي حاني اون فرونسي دو فوزات كيسكو فو فات قال لي شوي انستيتيتور لي من تالي ثاني تيضربوا في ديبار ما نقول لكمش دو ولا تروا بال سير لو دو الانستيتيتور طاح راح يزيد يكمل العائله مدام مونيرو دير له هكا بور ايفيتي لو كو هبط قاسها لاجون طاحوا للثلاثة. تبقيت انا والكونفويور صح نهضرها بصراحة المرة الأولى ما خفتش ومن بعد فجعت لما نجم نقول لكم جي في ميم لا بال قريب تخرج تاع الانستيتيوت والله إلا هكا أنا هنا والانستيتيوت. أيها الإخوة لهذه المنطقة الشرف العظيم لانطلاق الثورة الشرارة الأولى لإشعال الثورة بقيادة البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد ورفاقه في توزيع. أنا المسؤول تعرض مرة هذا هو جهور المبارك اللي كان يهضر على سيف القاسم وهبط لهم من الكار وكل شيء بصح اللي حاب نهضر معاه موش أنا كتابي حتى الوثائق عندي. أنا خدمت استعلامي هذا في الجيش وخدمت عسكري وخدمت ممون كل شيء مسجل اللي حاب نهضر معاه موش أنا. أنا 86 سنة بشهيد عليا وبارك الله ثاني يسمع بكل شيء ونعرف كل شيء. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وارتويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وارتويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إنذا يوم الحساب. وقصت طالب منا طاح تبليسات المرأة نتاعو منا تبليسات هو طاح صور بروس هي حبت تبكي ما بكاتش قالت لي مشوا علاش حنا نديرو جدارمي قولي واحد عربي الفايدة كل شيء قارت فوريستي هكذا قلت له حنا نقريو ولادكم كذا قلت لها مادام موش لا فوت نتاعي سي با ما فوت سي با ما كي كوماندي يا بلوس تروا ما ما جي مارش ابي هكذا بعد قلت لي وجو سي جي قلت لها اشكب في الكارت باش تعقبوا قالت لي لا مسيو تدير مزيه تخليني نقعد هنا خليناها ما مسيناهاش وما ضربناهاش وانا نعرف قوانين مشيت لفرنسا نعرف لي بوباس نعرف لي سيرات نعرف الطبيب نعرف كرواروج ما تضرب نعرف قوانين
عرفتهم وصير مصطفى ما قالش، قال احنا رانا مينيتير نضربوا المينيتير ما تمسوا حتى واحد. بس اختار بكوليج انا نعرف ما نقتلوش غلط، راهم 32 كعبة خرجت من هي. هو الطالب قال انا في البلاصة القايد هنا، هذا جاو في الديريكسيون نتاعو جايين باش يطلعوا حطهم الكار يركبوا، خاطر هما ما همش هذوك الدحسوا ولا وطلعوا، هما قاعدين برك ما رجعوش، ما خدلهمش بيعين يا ولدي. هكذا الشافي عليها طول طالب الكوليج ما هضرنا معاه ما فخرناه ما والو. الشيء هذا ما عجيت تلقاه سنتر قبل مام دي فام ويسي انسيون كي ترافاي سيت بيجي كوم سا ريان راحوا اديو ما عادش يوليو. باش العالم يشوفنا ويشوفنا مليح واش رانا نحتفظوا ورانا نبكيو على الشيء هذا سنتر فابل وسي امي ما عندناش قيمه، ما عندناش قيمه الشيء هذا. الناس راهم يقولوا بلي كاين السياحه وكاين هذه وكاين هذه وهذه، ما كاين والو. السياحه الاساس الحقيقي هذا هو، هذا هو الاساس الحقيقي، ولكن كلش راه اصبح ما كاين والو، لا قيمة في هذه الأشياء هناك في الجزائر نهائيا. الأشياء بوكو في عزاز يعني الأشياء هذا عزاز، هذه كاع الأشياء تاع إما تاع ماما ومازالت حية. Valeur avec ça des trucs comme ça. Ah, si tu veux, si tu veux.
نعت انا واش قال شي نخدم ها تي راه يجوش يستزيل انت فهمت تفهمش من خلال الثقافة كلش مقطع كلش مكسر كلش خامج دابو بال يا دراري صندوق صعب الحالة أتفرج من المقري ما تاخذ المخالي تفرج سلاح غوفي يا غوفي رفي يا رفي سي انترناسيونال يا بون دونيسي ونسويت ليجيوناس ماكريكاتير دي توريزم هادي جاردة في الزيستوار L'expression juste hier. C'est une phrase interrogative. Où va-t-il ce bon bain? Pas plus haut qu'une botte. Il a mis ce matin sa plus belle culotte. Le biret à l'oreille, le sac à l'épaule. Il va à l'école. Allez-y, répète. Avec les gestes. Où va-t-il ce... Mouloud. Où va-t-il ce bon bain? Pas plus haut qu'une botte, il a mis ce matin sa plus belle culotte, le béret à l'oreille, le sac à l'épaule, il va à l'école. C'est très bien ça, va à ta place. Alors, regardez au tableau. Bichdor, ma mère, j'ai de toi une image qui ne vit quand mon cœur, quand mon cœur, là, titré, sont si purs que tu n'as aucun âge. Alors, Ahmed, lis la première strophe. J'ai de toi une image. La liaison. Une image. Allez-y, répète, Ahmed. J'ai de toi une image. Je dis toi. J'ai de lait, morceaux de craie. Je trace un trait. J'ai de. Bilal. J'ai. C'est quel verbe? J'ai. Être. Avoir. C'est le verbe? Avoir. C'est le verbe avoir. Alors, vous faites cet exercice. Je complète par le verbe être ou avoir. Complété par le verbe être et avoir. D'accord. Alors, Borhan, Bilal, je, un garçon, complète par le verbe être ou avoir. Je suis ou bien j'ai. Je suis. Répète. Je suis un garçon. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Sarah? Tu es une fille. Tu es ou bien tu as? Choisis entre le verbe être et avoir. Sarah, est-ce qu'elle a une fille, Sarah? Pas encore, peut-être plus tard. Oui. Alors, comment tu vas dire? Tu as une fille. Tu as ou bien tu es? Tu as. Là, Sarah. Mazel. Alors, comment tu vas dire à Sarah? Tu? Tu es une fille. Répète, tu? Et? Tu es une fille. D'accord. Il? Il est. Il est 6 ans. Il est 6 ans. Oui. Hein? Oui. Réfléchis bien.
Réfléchis encore. Sarah, sors ton manuel. Ton manuel. On va s'entraîner à employer le verbe être et avoir. Troisième rubrique. حبيت نروح معاك خانتنا نخلى بلا عرجر والكاسو يلوح نخلى بلا مخلول وبدا تخمم جي ا طابلي برو ريبت جي ا طابلي برو اي توا احمد هاي توا اوسي تو ا ان طابلي برو كومو تو فا دير جي ان طابلي برونش برون تري بيان Il y a beaucoup de bruit dans la classe. Je sais, tu as un tablier blanc. Toi aussi, Ahmed. Toi aussi, Khadr. Qu'est-ce que vous allez dire? Nous avons un tablier blanc. Il y a beaucoup de bruit, Bilal, dans la classe. C'est toi qui fais du bruit? On recommence. Yassine, Tarq, tu as des cheveux noirs. Hussein, toi aussi tu as des cheveux noirs. Qu'est-ce que tu vas dire toi et Tarq? La cloche sonne, c'est l'heure de la... Ce travail, vous le terminez à la... Maison. لا يقوى دي فاهم وترني ذا نانس واريد وترني ذا نانس اكزرين تقدان فاهم سيش كده كبو ودش نبيبه كس الناس هاد بير مش عارف ولا لاني غاسي نسير بلا نسير بلا ناس تسعير روح داني انا قوان دخل انا ناس تعاتدنا قوان دخل كيف قواتي تفضي لك قوش سوار دي التوشة شك سوار ذا فاهم انا ستون فاهم شان انت بير انت بير ايه هادي وعاودي السوار في الحياة بير متفتي لا مالا يخلى الرغول سين هتا يا سين هتا يا سنة وي سين ضوي ثلتة هلا الرغول سبع دمه واحد ياسين خلاص هنا سالب هنا الصيد اغزا او ياسين هنا سالب هنا سالب هنا سالب Commence. Commence. À la heure, le ça à le up. Al-Chabata ou d'Ixib le Mouhelem. Al-Chabata ou d'Ixib. Al-Chabata ou d'Ixib.
كان صدي باندي هي يضشون نمت نغنيت محاولات غنودينا وي تخدم محاولات الاناشيد عندي الاناشيد لا اناشيد فرانسيس طنس تعرب فرانسيس هي تعرب روحي تعرب هي تعرب هي تعرب الزرق شاتني القراءات جغرافيا شويه تلقي يا تشات ولا ما تقرا ما صبحي فهم راسك في ما تقرا في 8 8 هي تشد صغر مغ المعلم وقرر شامل حسين ما نطيرخ سليل سليل ما وقرر شامل يحضر راسك لا اميس اميس ك اميس ك موت بوتيت لا 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 موس لا موسكي لا موسكي موسكي لا موسكي لا موسكي الجمع جمع مزيان لا موسكي الجمع لا تتوش أبو حاذ بالقاسم بابا كلان قدرار ذيما كرزن مجرن وادخزن اللوم طمزين ذي ذن أفي غيال ذي سردان كنويه اللاهم ذي مزيان هترازم هجبيبين الضوف سقفوذ ذي قساون سيليين ذي جخفاون لمحايني مزيان لعقول النوني مقران أهرف ذمه حباء زيوين هالتاليم التكسالا يقشقوشن جبارن وده التاس ما تخلضن الدليليه ذي هقاف يشرمن لضرن السيين قيمني الغبيبن وذتشاثن ذي الجيوب سن ويه فما ويتلغان فما تخسر هالتش هذا واه وين تلاقاك؟ عزوز مالي هني؟ هادشي علاه كان ثرى يا واش راك؟ متهلل لاباس زين واش راك؟ واش راك شويه؟ خير متهلل خير لاباس غير صباح لاباس متهلل الحمد لله لا بس الحمد لله واش راك؟ لاباس من يروح للساعة؟ اخويا هادشي من يروح؟ اشكاو في زايد وروحوا للدوسيا يا غد صبحي ثمانية روحي ولي غالب بلدية سيولنا يدرك شنط ورقيه ويسغم يخدد مت سرت في كذين يقارنوا اكتيفيتي يعني عدم العامل يعني ما اتفض هيدا الكاذ وذي اليمت سليس وسقوا اسمها تدين سعامين هذا الله تراجع ساوي تد ساوي يخدم ذاغيل ذاغيل التي يخدها شكاها طرع عايز سين نرفزالين هانت شمان يدولي خلاص اي على بلش كل خمس لاش حبس الخدمة لا شو خلال الخدمة جالو قيس ما تشغل كل ما تخدموه تلجا من شاشكي قعمل راح الارتيزانة تخدمه نورمال الارتيزانة الكوراج برك الكوراج الارتيزانة بصراحة تنجمة تخدم الصلب على يلزم وتلجا من شامزي الضبالة يلزم ايه الخدمة شو الصلب على يلزم وثاني ما إلا هسواصل هذا خدمة نورمال ايه خطرش ما تقدر كيف أنا الصحة الدخان الشمس الدخان الشمس ولا صح لو قمر زاني تشيك السيارة الرجالة ونزل من غير البلدية ونقشه وهذه عدد صح خلاص هي نورمال صح ما تقشر تموت وتقل اسمها اها قول عادين شنو هذا والعظيم الزن وين ماشي بلا ميزيريه هاي عرف الدين يا خص هذا نقش ولا هذه راح نروح نرجعنا نروح دون وين نرجع نقصر قلي خلاص اخويا ان شاء الله هاي عاود ما كرف تغدو زين يا سي عرف شكل في ستوني انا تويكتي اه راه راه عرف دير في ستوني
اش كتراي هموت ملع هموت السحري مليار باش تخدم باش الكوراج طوله صح ويلا شي هذه خدمه مسعود لاش دري له قطي وخدميشا وخدميشا هي دري له قطي دي فنيا انه تخدميش بصح هموت انا داك العباده هذه خدمه نروحك هموت يا شنو هموت عندك داك لي كابيل ليش مثنى ها والله الخدمه المعجزه هي هاد الخدمه ويا شي نورمال لو قش ما يعرف انا وانما لازم الكوراج اللي الاشخاص وعليكم السلام هذا الحاج واش رايك لاباس واش راك شويه لاباس الرجاله اهلا بالرجاله انا عدنا لكم واش راك عمي مسالين سمعنا باللي مسيو مونرو كان هو كان يقري هنا نعم وانتم كنتوا تقراو عنده كنتوا تقراو عنده بغينا نمشيو على الاثار نتاع مسيو مونرو نعطوا لنا كيفاش كان يخدم هنا كيفاش كان يعيش كيفاش كانت العلاقه بينكم وبين مسيو مونرو مدام مونرو ان شاء الله نجيبها ربي في الصواب ان شاء الله درك نفتشوا في الافلام ميموار ونشوفوا لها طراشور نذكروا بعض الصور ونذكروا بعض المواقف ونذكروا بعض الساعه تاع محمد يقرا اروح شال زمان بيبان اش راك في سنه 54 ما تلمش الله يسيدي الله اصبح سمعنا بلي مات المعلم تاعنا غضكم بدينا نبكيو على بلي حاب كيفاش ما عرفوش بلي كانت الصوره ولا حاجه قال المعلم مات المعلم ديما التلميذ يبكي عليه لأن المعلم ما خطره ويعطي لك في المنفعة مثلا العلمية وكذا وكان عنده نشاط كبير تاع القراية وكان يوقات يحوشنا حتى البلدية تاع ولاد عم حوشنا ثم واحد ورا واحد نمشي وشوية على رجليكم على رجليكم أسبورتي وشوية هاك ومن بعد يدينا منها مادام هذيك كانت حنينة انا واحد المره ندير تشويش هنا في ما بغاش تضربني هي لكن كي جا الاخر زوجين ولا قالت له انا ما سمعتلوش كي قالت له ويجي اذا دخل منا هكذا وجاي من هي ندير روحو ما على بالوش بيا طول حتى نلحق حدايا قد ويعطيني بكفك يقولك هذاك الكفراني نشفالو نضرب شفت كيف والله نشفالو شفت كانت عندها طريقه شي بن خليف ممكن شي مبروك يشفالها تطلق تبسيمه وتقطعها ثم كانت يا شيخ ولا لا
تطلق تبسيمه وتثمثم وتبلعها وتبقى هذيك الفلاش نتاع التبسيمه تبقى في ذاكرتنا لحد الان موجوده. وما لقيتش انا المعلمين، انا معلم 38 سنه ما لقيتش هذا الامبيانس هذه نتاع المعلم يستولي على التلاميذ نتاعو بهذه الكيفيه. قال لك الاستعمار يحاول يقضي على الشخصيه الجزائريه فعلا. ها بفعل المدارس هذو اللي دارهم المدارس باش يعلم الناس اللغه الفرنسيه ينسوا اللغه العربيه نتاعهم. تحسوا باللي يعني كي تقراوا الفرنسيه راكم خليتوا العربيه نتاع العربيه تنساوها شي ربما كذا ما تحسوش يعني هل كان هذا ما تحسيناش خلاص حنايا ما تحسيناش شي بنخليك ممكن كبير ممكن هناك شيء يتوارد للذهن ولكن لا انا يظهر لي ما كانش منها احساس كنا نجيو بعفويه قبل ما نجي لهنا نقرا في الزاويه اللي هي في القران في القران. انا ولهتني بالزاويه هذه الحاجه برك الزاويه هذه في الوقت هذاك الشيخ كي لو كان نقارنوا ما بين الزوايا وليكول كما قلت تقريبا المدرسه يعني وراهم الاعداد اللي تعلموا بزاف في الزوايا ولا في المدرسه في المنطقه هذه مثلا. المدرسه هذه كانت عندها ذره هي ذره تاع عبد الحميد بن باديس. تصوروا كانت مدرسه هنا في غشيره في أرينش ومدرسة أخرى في مشونش. كلتا المدرستين قابلتهم جمعية العلماء بمدرسة أخرى اللي هي مدرسة تفلفل. جمعية العلماء اللي بناتها باش تقابل هذه المدرسة هذه لأن هذه تدرس اللغة الفرنسية لغة العدو كما يقولوا في ذلك الوقت. وكانت جمعية العلماء تحافظ على اللغة العربية. علم نتاع القرآن قال لبوي قالوا ولدي ابن كراوي يقرا القران مليح جيد جيد ما تديهش اللي هي كتب الدار له ما يحفظش القران. قالوا الشيخ اللغه والو نتاع العدو مليحه الانسان يتعلم كل لغه. خلاص دروك الانسان ما يعيش على الماضي ولا يقول لك فلان ولا فلان وفلان. دروك البلاد عيبها على رجالها يا جماعه. انا اذا كانوا الشهداء ماتوا وإلا الناس اللي حقوا 70 سنة و80 سنة، درك الشاب كما هذا اللي هو معلم، المعلم لابد وأنه يؤمن، شوف الشيخ، أنك تؤمن أنك تعمل العمل المتقن ولو قليل، والرسول صلى الله عليه وسلم بارك في هذا. السلام عليكم. بارك الله فيك. ساعة ساعة محوجد. أكل هذا روح مسكين. محوجد تفكر غمة، اديني رواح، رواح هذا لازم ساعة ساعة وفي التنغط وفي التنغط الدور. إن شاء الله إن شاء الله. وراه مخلوف ها وين راه وين راه ايمان رجع بلاصتي رجع بلاصتي بسمه وراه وراه بسمه ها بسمه وراه لاحظوا في نظركم ما تحتوي هذه الكتب السماوية؟ ما هي الأشياء التي تحتويها وما هي التوجيهات التي توجد فيها بصفة عامة هذه الكتب السماوية؟ هاي تفضلوا هاي ولا دوخكم اللحم كليتوا بزاف كليتوا بزاف طول هيا سارة هيا هيا إيمان هيا إسمهان هيا
قال لي ما على باليش، قال لي الصباح راح حز المحفظة تاعو خرج من المنزل راح يبان لي جا يقرا. قلت له ما جاش يقرا، وين كنت؟ ها؟ وين كنت؟ على بالك جدك اللي بان له راك في المدرسة تقرا. ها؟ وقف كي نهضر معاك وقف. وين كنت؟ جبد هنا. وين كنت؟ ها؟ وين كنت؟ كنت في الواد، واش دير في الواد؟ ها؟ نهضر معاك، نهضر معاك، هضر معايا، واش دير في الواد؟ ها؟ مع الخضر، حتى الخضر غايب، خرج الخضر، نخرج هنا. نخرج، أنت عندك الزهر جاب باباك الصباح هذا. وعلاش تغيبت البر؟ ها؟ كنت في الواد. الواد اللي مدلك الشهادة، نهار في ماي، كي كنت بالسيزيام. الواد هو اللي يعطيك الشهادة، يعطيك تقرا، فهمت ولا لا؟ ها؟ قول، باباك على بالو؟ على بالو باباك ولا ما على بالوش؟ نهضر معاك، كي نهضر معاك نهضر معايا، ها؟ شوفوا شوفوا شنو هي القراية، هذه هي القراية نتاعك، ها؟ هذه هي القراية نتاعك، أي أحمد، أروح، وين كنت أنت؟ ها؟ وين كنت؟ وين كنت نهضر معاك؟ تحت ها؟ ها؟ تحت على راسك؟ كيف حطهم تحت على راسك؟ ها؟ باباك راه وصاني ضرك في زوج تخرجوا تهزوا المحافظة تاعك وتروح تجيب باباك، باباك وين واش يدير؟ يخدم؟ وين؟ في الإكمالية. تروح عنده الإكمالية. تروح عنده الإكمالية تقول له حاوزني المعلم مروح. فهمت ولا لا؟ أنت باباك وين؟ ها؟ وين خرج؟ خرج للجبل. ربي يسهل عليك. فهمت ولا لا؟ مخلوف أروح. وين كنت؟ ها؟ كنت مع الخضر في الواد. باباك وين يخدم باباك؟ ها؟ بون تجي يجي باباك اليوم يجي باباك دبر راسك ربي يسهل عليك فهمت ولا لا؟ انت ربي يسهل عليك وانت ربي يسهل عليك هزوا المحافظ تاعكم وتفضلوا هيا يلا اليوم اليوم لازم تجي وجيب باباك معاك نزيدو يلا هذا ما يعرفو يعرفو الدخان الدخان يعرفو كيفاش يشريو كيفاش بصح لو كان نقول له جبد الكوس ترسم مستقيم ولا
نصف دايره ولا حاجه والو، يقول لك ما عنديش تكسر لي. ها بصح الدخان كيما هذا يعرف يشري. ان شاء الله وي ان شاء الله. هيا ما تحوس زي ما تلا خموجة يا إما إما ما تلا وا هيا فرم شو الناس الله يا ليش الناس يبردي ثلاث سنين مني شت مني غا انا باك ضيق ولي ضيق خساره خزره ما تمني غا تمني غا هذا الشخص الشباب وانا اللي راني ديس البروغرام ما مقرن الغوفي في الجيل الغوفي ليش لزيكو التريسيتي لازم تهضر لك الجيل تا وانا سوار بورينتي تو بورتابل لي باسكولير تكسل هنا ودير ادارات ها وزي غير البلديه وراها تفاي ورات هي هذه الكريسيا ولين غير البلديه سكن غير البلديه التون مالا نهرب بهم وزي اصلا ها ليش ندوت؟ انت رايحين ندوت، انت دوت بعد، انا دولة، رايحين نمشي دوت، شك الدوت تقيمتو ما بدون امبان، لازم امبلوكي كل هذا لازم تسوير كل، يفو امبلوك ما باش تكي. على حسب ما مشي خسر على الشطور ندوت. راح لا دوت ما هو لاش ندوت، مهما كان واه. اش ندها لا دوت ولا وزد الرقابة ولا اسما اتقل مثل خصناها مرثايا ودينو مامتو مرثايا اسما السياح تنسجناني بعد. هي تنسجناني بعد. هي تنسجناني بعد. من السوسم. على بالهم تقول بوستو فيما تخدم باللي انترناسيونال روفيل يا انسويت بوستو في سي سي ميزون جان باش تجيب دين المومون غير غوفي ريان قال بيسون ريكلامي في كلاوي لك باتنا اي سي على ريجي دو روفي اللي هي انترناسيونال اكستيريور سي انسويت توشا باللي ها مرتبط تا معروف في العالم دار الشباب اللي خلات ح الفا بي اللي اوزابيتك في العروس سالوبار ويدينا تشربن ويدينا غنشين ومنطع احنا غير مهضع ونصب قدامك احنا هذا تلي دار الشباب تشرسني دار الشباب تحوسه ويا هاي ودي حفر ذا ما جو سي باك فوتر في سوسي اه مير هذا الحار ويا لا ما تاخذ من ذا لازم لازم الزره ما تاخذ فوتر في سي كار كار البروجي تسي كوا البروجي يون ستابيليتي سي ما تاخذ من ذا السلام عليكم واش راك شويه انو ثلاث سلا قريز طوب واش ناتي فهمي فهمي سالي بوجو اه تشي عن شطوب ها لاباس راخنا احنا هو شارخنا كانوا لازم مسجلين لي سيسير هو شارخنا خلاص ما نعاد نعوامي تشري السن الغوفي الغوفي بس حق كل اللي راه الصغار راه يلوكل ما انت مشكل شي مع خدمه المافيا خدمه ذا اه ما انت معنا سوار الشيء اللي تجيب يا خصنا مجهز السكيفه وانا اللي تجيب غنسك دندين الله جيبي وان كل حد ها هاد الشيء لا نعتل ما مكل امثل لها الجزائرية ما لا نعني بها في نظركم أنتم اللغة العربية اللغة الأمازيغية فقط. ياسين واش قلنا على الشخصية الوطنية؟ تفضل ياسين.
ذكرنا زوج حوايج واش هما عاودهم. توقف كي نهضر معاك توقف صحيح. طيب اللغة العربية اللغة المزيغية ها؟ ذكرنا اللغة العربية اللغة بالمكونات نتاعها اللي هي العربية والأمازيغية بجميع لهجاتها. زيد وذكرنا واش ذكرنا ها؟ الدين الإسلامي. الدين الإسلامي. الإسلامي قلنا باعتبار أن الشعب الجزائري شعب الأخضر. برك خلاص. من هم المعلمين؟ جماعة من الناس. إيه. يأتون من بلد بعيد. ذوي جنسيات مختلفة. جنسية. فرنسية. أمريكية. لا الدول المجاورة لفرنسا. أمريكا. إسبانيا. لا لا إسبانيا الدول المجاورة لفرنسا. جنسية فرنسية جنسية إسبانيا. إسبانيا. جنسية بريطانيا ربما جنسية ألمانية. لا ليس آسيوية. آسيا عبارة عن قارة. خلاص. إذن هؤلاء المعمرون ماذا فعلوا عندما أتوا إلى الجزائر؟ ممتلكاتهم. أخذوا ممتلكات الجزائريين الأراضي الزراعية. كاينة واحد المنطقة بحذا الشمول تسمى بير بلا. على بالكم منين جا الاسم هذا ولا ما على بالكمش؟ واش بير بلا هذه هي الأصل نتاعها بكري كانت تسمى لي بير بلون. لي بير يعني الآباء البويض. الآباء البويض هذو رجال دين مسيحيين وفي المنطقة هذه تاعنا بلاو كنيسة باش ينشروا الدين نتاعهم الدين المسيحي نتاعهم واللغة الفرنسية. ولكن كان إقبال نتاع المواطنين ضعيف ما يروحوش كل يشتيوا يروحوا يقراوا في الزوايا يقراوا القرآن. هل فتح المدارس الفرنسية للجزائريين؟ نعم. أه؟ نعم. إذا كان نعم لماذا؟ لماذا قلت نعم؟ ها؟ أه؟ لو كان نقول لك أنت مثلا الجدة نتاعك لأنك اللي حضرت الثورة بكري خلاص. شفتها تقرا الجرنال؟ لا. تعرف تقرا؟ لا. معظم الأجداد تاعنا ما يعرفوش أميين. ها؟ أه؟ معظم الأجداد تاعنا والآباء تاعنا اللي عاشوا الاستعمار ما قراوش. إذا فرنسا ماذا مارست؟ سياسة التجهيل يعني لا تعلم كل الشعب الجزائري لا تعلمه بل تعلم من الذي تريده بحاجة إليه تستخدمه في إدارتها في مكاتبها إلى آخره لا تعلم كل الجزائري. التمارين انا بغيت تعرفوا انتوما الحلول. فهمت حسين ولا ما فهمتش؟ شوف هذه ماشي خدمه هذه غير مقبوله منك تماما ماشي مقبوله عليك. ها هات زيد ديش زرب
تجيش تجيش تعب كي تحل تحل في الدار وتحل مليح فهمت انت ان شاء الله رايح تدي سيزيا مسيح الحق ها رايح تفرح العائله نتاعك ياسين شوفوا شو هذا هذا نظام هذا هذا تنظيم هذا الأكبر من هذا ولا هذا الأكبر خلوف واش ها شوف القرية هذه وكأن واحد حتمك عليها باباك ولا واحد قال لك لازم تروح تقرا درع وخلاص ها وعلاه حتى انت خلاف بغيت تخرج وعلاش كرهتها وعلاش كرهتها وعلاش يعني واش السبب اللي خلاك كرهت القراية بالرغم من ان العلم العلم نور على بالك واحد كي يمشي في الظلمة ما عندك لا لا لامبا لا والو تمشي في الظلمة يا اخي ممكن تضربك حجرة ممكن تطيح في الواد ممكن تدخل في حفرة صح ولا لا مليحة عجبت لك ها روح خلاف نمشي معاك روح هم بعد هم بعد خلاف خلاص راك ونفرض بان راك خرجت من القرايه خلاص هم بعد ها تروح تخدم وين تروح تخدم الذهب وخالك هذا عنده دراهم بزاف عنده طاكسي واش من الطاكسي اللي عنده عنده غولف تي دي زيد واش عنده الدار ها عنده دار بريمير ايطاج ويلا ما حققتش هذا واش كيفاه شتي قال لك البالون تروح تخدم البالون والفاس هنا بركه ولا حاجه هذيا امي يختلف قرش هي يختلف قال هنا ما في يختلف حتى وقت انت ها قال راش ها هو يدم على حودتني راش هجب اي سنين ناقص عمل يبي يخلط هنا ناقص كم مسألة خلط صحيح ستة وثلاثين ستة وثلاثين أي 17 هي 17 هي 18 هي 17 عندي فلوس اللي لك هي باش نطلعوا عشان القرار 17 وادين المفاهيم راح نشوف القرار 18 هي وادين المفاهيم راح نشوف تساوي شم 125 اي نقص كيفاش يساوي يقفت القشنون غير من ديال الكارطاب لانك روح ما تقرا القران تضربها ونسوق واش تطم القران ولا صاحبي غير ما ترو ما كتشوا يعني واش تروح باش تقرا سيدي لعاب ايه قريت القران صاحبي Thank you.
زي زي يا ودي انا تعلم قليل خدمته باش تخدم في اللانا فهمت هي اه هي بربي ان شاء الله تخدم تعلم خاطر تشي لقاء كاع ما راه باش تفضل 200 وتخدم الله سودي راه مخدم غير تخدم تشك كيف كيف باش تخدم في اللانا غاتشي علاش هو هذه خدمه فهمت هي شكل قرايه علاش لازم تخدم تشك في اللانا فهمت هي هي واش كاين تبي ذا ايوا تخدم في الله غادي تشجع مرغ وتجع مرغ شكا تخدم وتا ترشي اللي تجي لها الدارت وتبني لها الدارت وكذا فهم ذا ترى تقيم ذا المدينة ولي فهم زين جبس لكينو لا ما تيري على بركة ثمانية لا دي لاشي تقلن لولا نجد عجيب الغريب صح أكيني أكيني عن خدمة مامكة خدمة لازم تشاف ربع عندك يولين وان خدمة توريزم فهم ذا هي هي هاتم صدق خلني خلاص كل شيء نورمال هذاك مكان صورت من الدين ديالي لوطي دي يعني تصورت باش تيغي الانترنت صايب يا صور 50 قاد لوطي لي نتشم ده هاي الزنزين هاي اللي غاها صغر وانا شنو كوراج لا كوراج اه اخذ مو اخذ مو كل شيء سي غبري ده اخذ ما بري وصغ سنين غيال وعي غمزي زيد مني لو قوري كوراج برك ايه وين مو سميت زنزيش لا زنزنا خدمه ولا خدمه ستوريست تخدم يا ستور اي غير خدميه برك وتحوشي شي في الليل هذا سجك تخدم به يا رينو اه وي رافاي نورمال رافاي حلا ودينا يا لوتيلين اللي تحف صح اه وي على بالك من اللي كيخدم واه يخدمني امن نابسان دو هذيك يخدم نعمي يا ما مو قوري يخدمني مي سمعني سوا يخدمني اه والله ما على بالي انت فرنسا هي بس دي فرنسي فري الفرنسي هي سوال والله لو طرف هيني فرنسي سيدي ميراكلا ان تريزور مي سي دماج اي انا نولا غلطو موبيل الكرا هاي Quelle est la bonne réponse? Trois couleurs. Lesquelles? Vert, blanc, rouge. Très bien. Troisième question? Construire une phrase en utilisant le mot protéger. Oui. Et quelle est la phrase que tu as construite avec le mot protéger? Il faut tuer les bactéries pour protéger notre corps. D'accord. Sarah, construis une phrase avec le mot respecter. Les élèves de l'école respectée respectent le drapeau. Très bien. Continue, Sarah. C'est très bien. Continue. Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays. Comme l'Algérie, comme la France, l'Angleterre, c'est un pays. Voilà, apporte-moi le globe. Le globe. Je vais te montrer l'Angleterre. Allez, va le chercher. Voici la France.
De l'autre côté de la mer, c'est la France. Ah, le pays de Sarah, Sarah Gauthier. Ensuite, voici l'Angleterre. Que penses-tu? Est-ce qu'il est très loin de l'Algérie, l'Angleterre? Tu rêves un jour d'aller en Angleterre? Hein? Tu veux aller en Angleterre? Peut-être un jour, tu finiras tes études en Angleterre. Mais pour ça, il faut être persévérant. D'accord pour moi? Allez-y. ممتاز. بلال راهو شوف 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 رمزي شوف رمزي عام كامل وانا ندعم فيك عام كامل. يا بسمة ديتي على الجزر ولا البصرة؟ دي البصرة. روح كملي. راك انت هنا حسبتي مجموع الاكياس. هيا هنا. هيا. ازرق. فهمت ولا ما فهمتش؟ لازم نحوسوا على وزن البطاطا كامل. وزن البطاطا كامل. البطاطا داروا في الشاحنة هذه كاميو يندي 94 مشكار البطاطا. كل هاشكار تزن 15 كيلو. يعني كما تزن البطاطا كل. ها 94. ها؟ في 94 في 15 94 في 15 نلقى وزن البطاطا وزيد تحوس وزن الجزر وزيد تحوس وزن البصل. الشيخ صباح الخير ما قرا شاقلي ما داويش شاقلي بسمه شويه يعني حوايج ما تقرا بصح تبان ماشي تقلغ ماشي فهم يعني تشغري هو في شاقة المعاونه هو في شاقة المعاونه ديه دار وها تعاود الثالثة ذا يتقلق تحاول حوجة تقرا صح حوجة تقرا أني المهم نشني ذا أني قلنا في الأرض أكين ويقولنا هذاك هو عاوني دار وتشغيش بلا باهي الأخرى الشيخ الفرنسي استناني قرار الفرنسي ها أحقا حبس في الرحلة تقريبا بيقوم يجي على نورما على طرف نورما ها خلاص قرين ناسي غبس ما ويتيني نورما على طرف كذا نورما على الشيخ الفرنسيست الشيخ الفرنسيست يتبنى يدك يتبنى يدك يتبنى يدك ايوا طيب سلام عزوز صحة في الأمانة الشيخ يا بسمع خلاص هو كلي بابك تروح واش على ولا ما تشوفش مليح المسألة ما تشوفهاش مليح ها ايه دوبل شاتول سي سقه قرر دوبل لا راه سي سينو دوبلش رباش من جه ان شاء الله وينجح المت محمد امين وغنمشي لهنا ان شاء الله امين حجبيه سكر طابلنس هي ورقه نسال تبدي الامتحان كل صباحي وتسوها ورقه دقامه تسوهيش ها يا مناتي ديك سان سكر وتمحى باقيت وتسوى تكره تروح يمدرس يا هاي
ربي يفتح ان شاء الله. امين امين. وباغي نمشي لهنا. ربي يسهل لي الخصم. استنى باش الجبن. استنى هاد الجهه. يين الجبن. روح مالا ظن راجا برا. القادسه. روحك شكل من برا شكل دير القادسه. وسير دغري كي صيد خزر شا بلا هو قريه تلقى وريت. الحمد لله. خزر شا خصايد ريش لا بلا هو عندي وريت غنى راه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. صيد خزر شيك. انت ما خصك قلع ايه. ايه. هم معليش كي نورمال. يا خا كي تبغي تقدر كتبتها كي كني. هاي بدون خزراي شا برك خزراي برك. يا ربي العمل عليك يا ربي تحلو بالخير. يا وزون يزور في سبيل الله ويحجن في سبيل الله. أو يسقنا الفقراء في سبيل الله الملائكة تصلي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم صفر الله صفر الله شف ليه لله شحمد رسول الله العلو صلى الله السلام سلم السلام سلم السلام سلم السلام ما قدمت الكيضان عدل الكيضان تشكيني وداوي ورب ذي يشي لهنا وذيك قدر الخير وكي وشاك يخسبو لنك وانطلا ذي زليت تزليت وطلب ذي رب العالمين ذا الرسول صلى الله عليه وسلم وثاني وذيك من ربي غوسا يخسد أثنين ربي هكتي وشن ذا النبي صلى الله عليه وسلم ذا الملائكة من يقدر نغني عليها الشيء هذا نغني عليه وعلاش نغني عليه اللي يهمل وعلاش همل همل اللي يشوف فيه باللي همل شوف يا ربي واش راني نخبي وراني هامل راه يا ربي يا ربي يا رب حنيني راه غادي نوريك واش راه غادي يسي مومونت روغارديسي كوا سيرفيسي مالوروزمون نو زافي با دارجون مالوروزمون جو بوكو اي بوكو انترفيس هاد الشوز مي نو زافي با دارجون انشتي نبكي على هاد الشيء هذا والناس راهي تخدم في السياحه وتقول لك حنا نخدموا في السياحه ها هي السياحه انا نبكيو على هالشيء هذا وما لقيناش يا ربي جو سوي ابوندوني سي لاجيري بيتيتر ابوندوني مالوروزمون لو برافو تاعي اللي يبغون نقول عندي الحياه في الجزائر لا كرهنا في زمن يتسمى الناس كامل
حرة، سما ماناش في زمن اللي واحد يقول كلمة لازم يتحاسب عليها. راهو مضحي الواحد الإنسان كيفي أنا دركا، ضحيت بشبابي وضحيت بحياتي كامل، حياتي كامل ما استمتعتش بنهار واحد في حياتي. حياتي كامل عقبتها في الميزيرية، عمري ما شفت نفسي، عمري ما تمتعتش حتى نهار واحد بشبابي، ولا تمتعت بحياتي، ولا تمتعت حتى في هذه الدنيا كامل، ما عنديش حتى نهار واحد نفرح به. عمري ما عقبت نهار فراني فرح، حتى كي نفرح نعود خايفة من هاد الفرحة هذيك واش تكون العاقبة نتاعها. كي نفرح لازم تلحقها مشكلة، يا اما من اولادي يا اما من المجتمع البرا. رغم اني محرومة من اي حنان، تحرمت من حنان الاب وحنان الام لفامي كامل، وحنان حتى حنان الزوج تحرمت منه. ودرك راني بقالي غير حنان اولادي زد كامل، تسمى مانيش حاسه بهم خلاص، بلي راهم حنان عليا ولا راهم مقدريني ولا راهم تسمى. المراه هنا متخوفه، حابه تنطلق، حابه تخرج تشوف الدنيا. من واش متخوفه؟ متخوفه من المجتمع، متخوفه من تسمى محاصرين هم اباهاتهم البنات، محاصرين خايفين من باهاتهم ومن اخوتهم، ما عجبتهمش الطريقه هذيك تاع التحرر. كي خرجت لهم المره الاولى ما تقبلوهاش الفكره هذه كامل، بصح من بعد بداو يقولوا في حكايات ويالفوا في اشاعات وكامل. بصح من بعدين كي مع تبعوني لقوني تسمى انسانه ماشي ديريكت، حبسوا هذيك الساعه تقبلوا الفكره، قبلوها بذرع عليهم. انا دركا واجهت المجتمع، لازم نواجهه ندافع، لازم نتحداهم، لازم نواجههم باش نقدر نعيش، لانه كل ما نواجههمش نتعب. هما هذو البرابره هما تسمى راهم هما اصلهم الانسان الحر، علاه دركا راهم يشكلوا فيها، يخلوا الناس تتحرر. لازم نطلب منهم الحق، نطلب من الشباب كامل ومن الشباب كامل ومن الناس كامل، من اي واحد متعقد ينحي العقده نتاعو هذه. كل واحد هو حر في حياته، كل واحد يدير واش يحب، ونطلب من ربي ان شاء الله يسمح لهم كامل، سواء داروا فيا العيب ولا ما داروش، راني مسامحتهم كامل. فهمتي ولا نشوفك عندك الاجابه بصح تقولي هذه الاجابه اللي صحيحه ماهيش صحيحه، رغم انها على بالي ما عندكش ثقه في نفسك. راني على بالي بالاجابه نتاعك صحيحه بصح ما عندكش ثقه في نفسك، تشكي بزاف.
لازم تقولي في نفسك اللي راهي لازم نجيب نتاعي صحيح نجيبها صحيح. واش راك تشوف سي لاباس؟ الصباح البارح البارح ما جيتش ولا نا؟ ايه مريض مريض واش بيك؟ رني راسي رك راسك وما جيتش بصح هذا صحابك قالوا لي كنت تخدم مع باباك في الدار. قالوا لي كنت تخدم معاه في الدار. اثنين ثلاثة الاربعاء الخميس الجمعة سبت ست ايام في ست ايام هذو تقدر تراجع وتقدر تخدم في لو كان تجيب خمسة في الرياضيات وتزيد تجيب خمسة في اللغة العربية وخمسة في الفرنسية خلاص. عندك لي قيد تقرا فيهم ولا ما عندكش؟ عندك؟ مالا ركز ركز في السمانة هذه اللي بقات وراجع الدروس نتاعك مليح مليح داكور؟ بغيت تروح الرحلة؟ راح تروح ولا ما تروح؟ ايه ما تعرفش بالوضع الدار. واش واش قال لك؟ ما قلتلوش. هي قول له رانا رايحين الرحلة يعطي لك الدار. نعم؟ غدوة ورجع لي بالخبر واش يقول لك. فهمت ولا لا؟ إلا بغيت تعيش مليح قرا مليح. إلا بغيت تعيش مليح قرا مليح. وأنت بان لي بغيت تعيش مليح لازم تقرا مليح. وعلى بالك باللي بقى لك أسبوع هذا لو كان تراجع تزيد روحك ممكن تدي ولا ما. تدي سيزيام. رايح تدي سيزيام الخطر. شوف عندي شوف عندي شوف عندي شوف كي نهضر معاك شوف عندي. قول. اخي بغيتو كل بغيت نحتفلوا بالنجاح نتاعك هنا نجي وناكلوا التمينه نشربوا الكازوز نهنيوك ها كي تحب تكبر كي تكون كي تكبر ان شاء الله واش تحب تكون ها طبيب تكون طبيب داكو طبيب الحيوان طبيب ها طبيب الاسنان ما شاء الله على بالك في الجامعة إن شاء الله كي تفوت الإكمالية وتفوت الثانوية وبعد إن شاء الله تدخل الجامعة على بالك باللي باش تكون طبيب نتاع أسنان القراية كامل بالفرنسية باللغة الفرنسية اللي ما يعرفش الفرنسية ما يقدرش يكون طبيب نتاع أسنان تكون صحفي في الإذاعة ولا صحفي في التلفزيون ولا صحفي في جريدة تلفزيون سي وي تتفرج التلفزيون واش هما القنوات اللي تتفرج بزاف واش تشتي تتفرج افلام ها في واش من القنوات واش من القنوات القناه الجزائريه تتفرج ها ام بي سي اكشن ام بي سي اكشن وش هو الحلمك حلمتو ليا ما تابعش بك على سيزيام ولا على انا حلمت طول ما حلمتش طول على سيزيام انا واش تحلم الرابع كيفاه حلمت وحوش ها يحوزوا فيك تقبلوا قلت نقاومهم كلاش كلاش حلم صح صح ولا صح ها ولاد كلاش نضربوا به ضربوا له الوحوش قنابل صواريخ أمال ترك ها راك في حرب ها خلي الشيخ ضرب ضربت الشيخ ماشي غير غلب ها من 6 تاع الصباح وانا واقف Thank you.
l'Algérie. Joie à tout dire. Vive l'Algérie. Combien de barils de pétrole l'Algérie produit par jour? Ah non, moi. Environ 1 million de barils par jour. Environ 1 million de barils par jour. في البلاط ونلحوها في الفرن حتى كي تحمر نحيوها. أغد سوق.